بتحتفل الفنانة سميرة محسن بعيد ميلادها 78. كانت نموذج للجمال وكمان فنانة شاملة، ممثلة ومؤلفة ومنتجة وأستاذة جامعية. قالت عليها الفنانة القديرة سميحة أيوب بأنها خليفتها في المسرح. كانت سبب في شهرة ألمع النجوم في الوقت الحالي بسبب مبدأ اتعلمته من الفنانة شادية، وهو إن الكبير ياخد بإيد الصغير. اسمها الحقيقي سميرة محسن المصلحي، اتولدت يوم 14 يوليو 1945 في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. اتخرجت من كلية الآداب قسم علم نفس، وبعدها دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل والإخراج. درست في الفنون على إيد كبار رجال المسرح منهم كرم مطاوع وجلال الشرقاوي، وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1969 بعد ما رشحها المخرج حسين كمال لدور في فيلم شيء من الخوف، لما شافها وأعجب بأدائها في مسرحية خيال الظل مع عزة العليلي وتوفيق الدقن وسميحة أيوب، واللي لقبتها بخليفتها في المسرح. اتجوزت سميرة محسن من الأديب نجيب سرور، وأنجبت منه ولدين بعدتهم تماماً عن الوسط الفني، وهي خالة النجم الكبير كريم عبد العزيز. اهتمت الفنانة سميرة بالجانب الأكاديمي على حساب الأعمال الفنية. كانت الفنانة سميرة محسن في لقاء تلفزيوني قالت إنها كانت سبب شهرة أحمد عز وخالد سليم وداليا البحيري بعد ما قدمتهم في فيلم سنة أولى نصب. وخالد النبوي كان طالب في معهد الفنون المسرحية ورشحته لجوز أختها المخرج محمد عبد العزيز. ولما تسألت إزاي بتقضي يومها، قالت إنها خارج التدريس والتمثيل إنها سيدة منزلية من الدرجة الأولى، إنها مش بتحب تخرج كتير وآخرها في الخروج تزور أولادها. وعن تجربة الأمومة قالت إحنا كنا إخوات كتير، وأبويا مات وأنا عندي 3 شهور، فتربيت من غير أب وعمري ما عرفت مشاعر الأبوة، وقلت لما أخلف لازم أبقى أم وأب وأدي كل مشاعري لأولادي وأبقى حنينة جداً وقاسية جداً. الفنانة سميرة محسن نموذج الجمال المصري، مش هتمل من مشاهدة إبداعاتها وفنها اللي دايماً منور بيوتنا.